بص، انا من ساعه ما رجعت من امريكا وانا بتعامل على اساس وانا لسه في امريكا، مش بتعامل على الشخصيه القديمه بتاعتي. هي دي تمام. حقيقه، الدماغ مختلفه خالص بالطريقه اللي انا بفكر فيها غير الطريقه اللي هم بيفكروا فيها. التعامل مع الناس، التعامل مع الصحاب، طريقه كلامهم مختلفه غير الطريقه اللي انا كنت متعود عليها. بس دلوقتي انا اكتشفت اللي هو انا لازم اتاقلم، بس في نفس الوقت هتاقلم من الشخصيه اللي انا عايزها، مش الشخصيه القديمه بتاعتي، لان انا كنت جيت وكنت اوت جوينج سو سوشيبل فاهم وبتاع، واروح اهزر وبتاع. هما الهزار اللي انا كنت بهزره ده اصلا ما كانش هزار، يعني كني اول شهر في امريكا هو كني لما رجعت من امريكا اول شهر في مصر. طول عمري هفكر كعمر، بس الفكره ان انا اعرف اتكلم كعمر دي ممكن تتغير من بلد لبلد. مش اي حد يقول لي اي حاجه هصدقها، لازم انا اللي اسعى وراها وافهمها. معلش، حتى لو حاجه في ديني، انا مسلم ومصري وعشت في امريكا وكنت بخرج مع بنات وبتاع وسلمت وكل حاجه، كنت عايش في امريكا فكنت بعمل اللي هم بيعملوه، بس برضه انا مسلم كنت بصلي وبتاع. بس معلش، لما حد يجي يقول لي حاجه عن ديني ماشي، لو كتاب قايلها دي حاجه، بس ما ينفعش حد يجي يقول لي اصل ده قال. معلش، يومين ده احاديث مش احاديث، راجل شيخ قال كذا. معلش، انا ما اعرفش الراجل الشيخ ده، لو ربنا استغفر الله نزله لي. لا، سبيل المثال حاجه تافهه صغيره، انت وانت صغير كانت مامتك تقعد تقول لك كل اكلك ولو ما اكلتش ربنا هيزعل منك ويدخلك النار، في حاجه كده؟ مش في حاجه اسمها كده. واحنا صغيرين كنا نصدق وايه، لا لازم اخلص ربنا ما يزعلش مني واخش النار. مش ده المبدا، ان احنا صغيرين هما بيعلمونا على الحاجات دي. لما انا سافرت دماغي اتفتحت. كلمات تانية، انا كنت بفكر اوت ذا بوكس. عمري يعني انا بص عمري ما هشوف الموضوع كده، هشوف الموضوع من حواليا كله. موضوع الستيريو تايبس ده انا اصلا ضده. اي حد عنده ستيريو تايبس هيقول لك ما انا مش بقرا. معلش، دي مشكلتك انت مش بتقرا، فانت ده معناه ان انت ignorant، انت كده معلش ما تعرفش حاجه. فانا حوار الكريتيكال ثينكينج ده كبر في دماغي اكتر واكتر لما هناك هم اصلا كان عندهم ستيريو تايبس، وانا اثبت لهم ان كل الستيريو تايبس اللي عندهم عشان مصر غلط. لان هنا في مصر موضوع يعني الديبندنسي مش قوي قوي، ناس لازم تمشي على ستيريو تايبس وتعيش، يعني يعني بيعيشوا زي بعض شويه، بيحاولوا يقلدوا بعض. وهناك يعني الدايفرسيتي قويه قوي، بيدوا اوبورتونيتيز الناس كلها تتكلم، مش بيفرق معاهم يعني ده مختلف ليه، ده بيعمل ايه كده. يعني المنتاليتي هنا ضعيف والديفلوبمنت هنا برضه ضعيف، بس دي حاجه ممكن يعني تتعدى. وكل حاجه المنتاليتي لسه ضعيف هنا قوي، الناس كلها بتبقى عايزه تكون زي بعض، وناس بتشجع بعض على حاجات مش يعني حاجات مش هتساعد في الحياه. يعني كندا هناك التفكير مثلا في كندا كله، يعني هناك اللي هيفكر اغلبيه الناس بتفكر كريتيكال، وهم بيكسبتوا اي حد. يعني لو مثلا اي حد من كالتشر تاني بيكسبتوه على طول، عشان كده الدايفرستي في كندا قويه قوي. يعني هناك لو رحت كندا هتشوف كميه يعني هتلاقيك بلد كلها مالتي كالتشر. والله الكالتشر بتاعت مصر انا نفسي شايفها كالتشر كويسه جدا، وفي ناس كثيره اساسا بتتمنى انها ترجع تاني الكالتشر بتاعت مصر. دايما كل واحد لما بيسافر بره بيبص لبلاد بره من وجهه ان هو تورست، مش من وجهه نظر ان هو يعيش، فبيبص لها كانها حاجه حلوه يعني، وبلد جميله ومفيش مشاكل. ما يعرفوش الدنيا بره ماشيه ازاي، ما يعرفوش ان الشغل صعب بره، وان بره اساسا الدنيا مش زي ما كل الناس فاكره. قدام بحاله مصر دلوقتي انا ممكن اعيش في كندا،